أحسن الله إليك يا شيخ. الأخت لها الفقرة الأخيرة عن حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين الذي فوق الأنف إذا كان كثيفا. لا تتعرض للحاجبين ولا ما بينهما إلا إذا كان مشوها، إذا كان مشوها فإنها تزيل ما بين الحاجبين، أما إذا كان عاديا فإنها تتركه لئلا يتطرق الأمر إلى الحاجبين. نعم.